دلوقتي مشاهدينا سريعا هنروح لزميلتنا سالي سالم مراسلة صباح الخير يا مصر ومتابعة انتظام الطلاب أيضا في مدارس محافظة الجيزة في أول يوم في العام الدراسي الجديد وتحديدا في مدرسة السعدية. صباح الخير عليك يا سالي. صباح الخير عليك شاذلي وعلى مشاهدينا في كل مكان. بالفعل احنا بنتابع من محافظه الجيزه، ولكن خلينا في البدايه نقول كل عام وكل عام وطلابنا وطالباتنا بالف خير. بدايه عام دراسي جديد هنا في محافظه الجيزه بعد ما بدا في 12 محافظه يوم امس، استكمال النهارده لباقي المحافظات بحلول الثامنه صباحا دقت الاجراس وبدا الطابور المدرسي الصباحي اللي بيبدا بيه الطلاب وطالباتنا. عام دراسي جديد مليء بالبهجة والتفاؤل بالزي المدرسي والحقائب الجديدة للأطفال ومختلف المراحل العمرية. لو تكلمنا بالأرقام عندنا 25 مليون طالب وطالبة موزعين على ما يزيد عن 60 ألف مدرسة حكومية ودولية وخاصة، وأيضا مدارس تكنولوجية ومدارس متفوقين وغيرها من المدارس المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بدأ فيها الدراسة لليوم الأحد مع استكمال لما بدأ يوم أمس. لو تكلمنا أيضا عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، فالخريطة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم اللي بدأت من الأول من أكتوبر مستمرة معانا لهذا العام لستة يونيو بما يصل إلى 194 يوم دراسي، من ضمنهم طبعا أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول والثاني. أيضا بعض الاستعدادات اللي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات بمختلف المحافظات وأيضا بالتنسيق مع محافظة الجيزة والمحافظات الأخرى لرفع درجة الاستعداد داخل هذه المدارس وتزويد المدارس بكافة الإمكانات والتأكد من سلامة البنية التحتية لهذه المدارس لبدء هذا العام الجديد. عدد من الإجراءات اللي قامت بها وزارة التربية والتعليم واللي بتستكمل من خلالها استراتيجية الدولة واللي هتنتهي 2027 ولن تعود للخلف بالنظر والتزامن مع الوسائل التكنولوجية المختلفة وضم هذه الوسائل التكنولوجية في المراحل التعليمية المختلفة. عدد من القرارات أيضا متعلقة باليوم الأول وطابور الصباح، بعض المحاضرات والخطب المتعلقة بنصر أكتوبر وهذا الحدث العظيم والشهادة ودور الجندي المصري في هذا النصر طبعا بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر. أيضا بعض القرارات المتعلقة بتفعيل الأنشطة داخل المدارس، وده طبعا في دور وفي إطار استراتيجية الدولة للاهتمام وتنفيذ مبادرة السيد الرئيس للاهتمام بالمستوى البدني والبنية البدنية للطلاب، وده طبعا بيتضمن قرار فيما يتعلق بتنفيذ اليوم الرياضي واللي بيتم فيه اختيار عدد من المدارس لتنفيذ هذا اليوم بنسبة 25%، ده طبعا بالتنسيق مع اليوم الدراسي لما يعني منعا لحدوث اي خلل في انتظام العمليه التعليميه لتطبيق هذا القرار على كافه المدارس. ايضا تفعيل نظام الغياب الالكتروني الاسبوعي، وده طبعا للتاكد من انتظام الطلبه والطالبات داخل اليوم الدراسي وداخل الاسابيع الدراسيه المختلفه، الاهتمام بالانشطه من اولى الفتره ديت لفتح افاق جديده انقطاع البث. نشكر سالي سالم مراسلتنا كانت موجوده في مدرسه السعديه في الجيزه متابعه معاها طبعا الدراسه في اول ايام العام الدراسي الجديد.